بسم الله الرحمن الرحيم. من أجود قصائد حسان رضي الله عنه قصيدة في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيها: عفى الذات الأصابع فالجواء، إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، إلى أن يقول فيها: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. ويقول فيها: فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا قد تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء؟ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. هذه القصيدة رد فيها حسان رضي الله عنه على أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب في السنة الثانية من الهجرة. وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد هجى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهجى الصحابة وذم المسلمين. وفي هذه القصيدة شيء يبرز شخصية حسان رضي الله عنه في تجلية الأمور له. انظروا ماذا يقول. يقول حسان لأبي سفيان في السنة الثانية من الهجرة: انتظر، إذا دخلنا عليكم مكة من جهة كداء، وكداء بالفتح غير كدي بالضم، كداء في جهة الحجون، وكدي في جهة الشبيكة، ولذلك يسن دخول مكة من جهة كداء والخروج من جهة كدي. قال بعض الأدباء: إذا دخلت فافتح، وإذا خرجت فضم. يعني إذا أردت دخول مكة في وقت الحج فادخل من جهة كداء بالفتح بفتح الكاف، وإذا أردت أن تخرج من مكة فاخرج من جهة كدي بالضم. ثم يقول حسان لأبي سفيان: وسترى النساء من شدة الفرح يلطمن بخمرهن الخيول. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحفظ الشعر ولا يقوله، كما قال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وبعد قصيدة حسان التي قالها يوم بدر بسنوات، دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من جهة كداء والنساء يلطمن الخيول، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا يقول حسان؟ يعني ذكروني بقول حسان الذي يصف لي هذا الحال الآن. فذكروا له قصيدة حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، إلى آخر الأبيات. أما أبو سفيان هذا فهو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا أبو سفيان هذا غير أبو سفيان والد معاوية، أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخوه من الرضاعة. وكان أبو سفيان بن الحارث كما حكى الذهبي في سير إعلام النبلاء من أشبه الناس صورة وخلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام. تأخر إسلام أبي سفيان، بل إنه آذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكثرة هجائه بقصائده المعروف. وفي مرة من المرات أخذ ابنه جعفر يريد أن يذهب إلى المدينة لكي يسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من مكة ووصل عند الأبواء بين مكة والمدينة، وإذا بجيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد دخول مكة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أهدر دمه، فخاف أبو سفيان أن يقتله الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوه، ولذلك انطلق مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ابنه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له: لا تثريب علي يا رسول الله. قال: لا تثريب عليك يا أبا سفيان. وقال أبو سفيان رضي الله عنه بعد إسلامه: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي، لك المدرج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي وأهتدي.
وقد شهد أبو سفيان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشاهد بعد ذلك، ومن أهمها يوم حنين. وفي بداية المعركة في يوم حنين فر كثير من الصحابة لما صارت الدائرة والشدة على المسلمين. ثبت بعض الصحابة، وكان من جملة من ثبت أبو سفيان بن الحارث الذي أخذ بخطام ناقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو سفيان يذكر موقفه: لقد علمت أفناء كعب وعامر غداة حنين حين عمت تضعضع بأني أخو الهيجاء أركب حدها أمام رسول الله لا أتتعتع، رجاء ثواب الله والله راحم إليه تعالى كل أمر سيرجع. رثى أبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم وفاته بقصيدة مبكية يقول فيها: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب به المسلمون قليل. فقد عظمت مصيبتنا وجلت، عشية قيل قد قبض الرسول، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل. في سنة 20 من الهجرة رأى بعض أهل أبي سفيان أبا سفيان وهو يحفر قبرا فقال: أعد قبري. فبكوا فقال: لا تبكوا، فوالله ما أذنبت ذنبا منذ أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بسيرة أبي سفيان بن الحارث الذي سماه بعضهم المغيرة. استودعكم الله.